في الدولة على استعداد لتقديم الرعاية صحيح. لأي شاب أو فتاة تريد أن تدخل هذا المجال. صحيح المجال مش من المجالات اللي صحيح. يعني خلنا ما نصعب المسألة، تحتاج لها جهد، تحتاج لها التزام، تحتاج لها رغبة حقيقية في هذا صحيح. المجال. لكن صدقوني يا جماعة، مستقبل واعد 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 لكل من يدخل في هذا المجال، لأنه هو جزء من مستقبل دولتنا الحبيبة. اليوم الاهتمام بالكادر البشري والعقول البشرية، يعني قبل مثل ما ذكرت قبل شوي، هي واحدة من الأربع أركان الرئيسية أصلاً اللي قامت عليها أحسد، اللي قامت عليها رؤية دولة قطر. إذا ما نجحنا في تحقيق والاستثمار في هذا الركن، فإحنا يعني رؤيتنا راح تكون رؤية منقوصة وإنجازنا راح يكون منقوص. دكتور، يعني الحين ما شاء الله كل هذه التباشير الطيبة، ودنا نعرف البرنامج الأكاديمية لسنة 2013 شن هي أهم المحتويات اللي فيها، وتبع الكلام اللي أنت قلته هو أيضا ذكره من قبل إبراهام موسرو في النقطة الثالثة اللي ذكرها من مكونات المجتمع الرئيسية، أنه يكون في الاكتفاء الذاتي للفرد والمجتمع، وأتوقع أن قطر قاعدة تمشي في هالمجال وبقوة أيضا وبصدارة. فنبي نعرف النقاط المهمة في البرنامج. احنا عندنا طرح واسع جدا من البرامج في 2013، راح نقدم برامج للقطاع البنكي، راح نقدم برامج للقطاع التأمين وإعادة التأمين، راح نقدم برامج في إدارة الأصول وإدارة الثروات، راح نقدم برامج في الصيرفة الإسلامية، وهو تخصص من التخصصات المهمة جدا. أكبر بنك إسلامي في العالم سيكون في قطر، والدولة تملك 30% من هذا البنك، فيحتاج كوادر يعني بشرية قطري. وأيضا دكتور قطرية حتى صحيح. من البنوك القائمة واللي صار لها فترة طويلة في قطر، في بنك إسلامي من أكبر 5 بنوك على مستوى العالم. ما في شك. وإحنا مش بس كذا، من اهتمامنا في الصيرفة الإسلامية إحنا الآن جالسين نعد معايير ومنهج متكامل لتصدير المنهج اللي يجب أن يتدرب عليه أي شخص يريد أن يعمل في مجال الصيرفة الإسلامية. طموحاتنا كثيرة جدا، يعني الشباب احنا ثقتنا فيهم كبيرة جدا، راح نعطيهم الفرص، راح نفتح لهم الأبواب، لكن كما يقول المثل، أنت تقدر تأخذ الفرس للنهر صحيح. بس ما تقدر تجبره أنه يشرب. فإحنا نتمنى إن شاء الله بعد فتح الأبواب وإعطاء الفرص لهؤلاء الشباب أن يكون هناك إقبال وتفاعل مع هذه الفرص، لأن الدولة جادة في هذا الاستثمار، وإحنا عندنا مسؤولية أخلاقية ومسؤولية مهنية للاستثمار في هؤلاء الشباب. وأتوقع أنتوا طبعاً تبنيتوا الفكرة اللي تقول علمني كيف أصطاد لا تطعمني سمك. أحسنت. صحيح. أحسن. هذا هو المطلب اللي الواحد المفروض يمشي عليه. طيب دكتور، لو نبي نسألك شنو الحين مساء ذكرت، بس متأسف جار الله يمكن عنده سؤال، بس بالنسبة للي أنتم تطرحونه البرنامج اللي انتم بتطرحونه في الجامعه اللي بيتبنى مستقبلا، هل مختص فقط لطلبه الجامعات اللي هم يدرسون البزنس، ولا من الطلبه الثانيين؟ هو التركيز مبدئيا راح يكون على الناس اللي يدرسون في هذا المجال. لكن لن يكون حتى مقتصر على طلاب قطر، حتى واحد لو يدرس برا يستطيع انه ينضم للبرنامج، وعاملين كيفية معينة لتسهيل هذا الأمر. وإن شاء الله طبعاً إحنا جزء من البرنامج تنسيب هذا الشخص اللي بيدخل هذا البرنامج للعمل في أكبر المؤسسات والشركات والبنوك العالمية، إنه مجرد ما يحط خبرته في هذا المكان في السي في مالته والسيرة الذاتية راح تكون بالنسبة للمشغلين وأصحاب الأعمال يعني كريدت ورصيد مهم جداً. دكتور، أنا صراحة أشوف خالد متحمس جدا لهذا المجال فممكن تأخذ دورة عندنا إن شاء الله بالتوفيق لكم جميعا. دكتور، لو بغينا نعرف الأسس اللي استندتم عليها لوضع مثل هذا البرنامج، أول أساس اللي هو دراسة سوق العمل واحتياجات سوق العمل والمساحات اللي فاضية في سوق العمل والمعايير اللي يتطلبها سوق العمل. بعد ما عملنا يعني مثل ما يقولون ديب دايف، يعني غوص عميق في هذه الاحتياجات، وصلنا إلى خريطة هذه الاحتياجات. وبعد ذلك قلنا طيب، إحنا ليش ننتظر الشباب لغاية ما يتخرجون
ويمكن يعني يعمل اختيارات خاطئة في عملية التوظيف والوظيفة. خلنا نأخذه من مرحلة مبكرة. فالآن احنا جالسين نتكلم مع الجامعات ونتواصل مع هذه الجامعات على أساس ان احنا تكون هيئة مركز قطر للمال والأعمال، أكاديمية قطر للمال والأعمال، أصحاب الأعمال والجامعات والطالب وأولياء أمورهم كلهم يشتغلون مع بعض. صحيح. من أجل تخريج وإعداد هذا المنتج وهذا الجيل اللي احنا نتمناه. نعم. فهذا أولا وأخيرا احتياجات سوق العمل. ثاني حاجة تبني أعلى مستوى من المعايير الدولية في بناء منهج يتناسب مع هؤلاء الناس. الناس اللي راح يأخذون هذا البرنامج لن يكون من صناعة أكاديمية قطر للمال والأعمال. صحيح. كل برنامج راح يكون معتمد أكاديميا من جهة من الجهات الدولية. نعم. مثل المعهد المصرفي في هونغ كونغ، المعهد المصرفي في سنغافورة. نعم. المعهد المصرفي الأمريكي، يعني عدة معاهد مصرفية، كل معهد راح يعطينا جزء من هذا البرنامج اللي في نهاية المطاف راح يكون حصيلة ومجمل البرنامج اللي راح يدخلون. نعم. المجموعة هذه إن شاء الله. نعم. دكتور أتوقع عندنا سؤال أخير وأتوقع مهم الحين. أكيد الناس اللي شافوك ومبهروا بالكلام اللي أنتوا توجهتوا له والمبادرات الطيبة اللي عندكم. تشجعوا أيضا. أنا طبعا وأنا واحد منهم جرى الله إن شاء الله. شلون ممكن للناس أنهم يتواصلون معكم؟ ان شاء الله احنا طبعا عندنا موقعنا على الانترنت، على الويب سايت مالنا. احنا موقعنا في مكان معروف جدا في البرج من الابراج اللي موجوده في منطقه الابراج. تليفوناتنا متاحه، عندنا فريق كامل على استعداد لاستقبال الناس واستقبال استفساراتهم. عندنا بكرة من الساعة 6 إلى الساعة 8 احتفالية انطلاق برنامجنا ل 2013 بشكل كبير. دكتور أي برج الناس يدورون على الأبراج؟ اسمه تاور 1، هو بعد وزارة الخارجية. نعم. مكتوب عليه باليافطة الكبيرة جدا أكاديمية قطر للمال والأعمال، في مكان ما يضيع أبدا. الحين ما يضيع، قبل شوي كان يضيع. تعرف شلون؟ خلي الشباب يدورون شوي. صحيح. خلي يبذلون جهد. اذا الشيء اذا الشخص يبغي شيء خل يوصل. لا 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 تعطونهم الخريطه. لا توجهونهم اكثر من كذي. خلي يتعب عشان لما الانسان يبذل جهد في البحث عن الشيء. نعم. بعدين يرتبط فيه بشكل اكبر. صحيح. نعم. دكتور عبد العزيز الحر الرئيس التنفيذي لاكاديميه قطر للمال والاعمال، عفوا، شكرا جزيلا لك في تشريفك لنا في ترحيب. الشكر لكم والله على هذا الجهد، وما شاء الله قناه متالقه. أتمنى لكم التوفيق قريبة من قلوبنا ومن بيوتنا. الله شباب يعطيكم العافية وأتمنى لكم التوفيق جميعا. هذه قناة هاي قطر كلهم. حياكم الله. نعود معكم مشاهدينا ونتابع مجريات أعمال الجلسة الافتتاحية للاجتماعات رفيعة المستوى.